ونشاهد ضربة البداية لشوط المباراة الأول. أذكر السادة المشاهدين، الهلال يخوض هذا اللقاء متصدرا لبطولة الدوري برصيد 13 نقطة من 5 جولات، فاز في 4، تعادل في لقاء، لم يخسر حتى الآن. والكرة بتبعد. كنت أتكلم عن تصريحات مدرب فريق الاتفاق اللي قال سنقاتل وسنقدم مستوى مميز أمام الهلال، ويقول الهلال أفضل فريق في مسابقة الدوري. كرة خاطئة من الواكد، الكرة تصل الآن، يا سلام يا فواز، لكن الكرة العرضية ضاعت، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس. عمر خريبين، الله على تمريرة الثانية، السلام على الصناعة، خريبين يحاول، الكرة تبعد، الفرصة بتضيع، الخطورة كانت، ولكن ابعاد الكرة في التوقيت المناسب، الكرات الثابتة بحثا عن حل، كرة عرضية رأسية تأتي بحثا عن حل، لكن راية ترفع والهدف لا يحتسب. بعد الاشتراك لبليهي حاول أن يكرر ما فعله في آسيا، انظر إلى الراية، الهدف لا يحتسب. حكم المباراة في هذا التوقيت وحكم المباراة في حديث مع حارس المرمى مع المدافعين، شوف اللقطة، كرة هتان باهبريم، وشايف هنا الكرة الرأسية، تقدم خريبين، تقدم علي البليهي، والمتابعة التي كانت وإشارة مساعد الحكم في اللقطة الماضية. الهدف إذا المشاهدين لا يحتسب، ونشاهد الآن قرار حكم المباراة، يفوز على الحسم، يخسر من الفيصلي وأبها، بأي ثوب من الأثواب ألقاه، هكذا يقول مشجع الاتفاق وهو يأتي إلى هنا. وهذه اللقطة الذي اشترك فيها مع المدافع يونسو، ولطايح على أرضية الملعب، سلامات إن شاء الله. وهنا الأحاديث وهنا الكلام مع حكم المباراة، الحكم اللي واضح في الصورة، الحكم اليوناني، عن اللقطة وعن الاشتراك الذي كان ما بين المدافع وهيونسو، وسقوط هيونسو الآن مصابا متأثرا بالاشتراك، سلامات إن شاء الله. هذه اللقطة ماذا سيشير الفار؟ شوف وانتابع هذه كرة هتان باهبري، وهنا محاولة والسقوط، وشايف أكثر من لقطة، وما زال حكم المباراة حتى الآن يطلب إعادة من زاويات أخرى ومن إعادات مختلفة. شوف هنا لقطة سيدريك، اللاعب سيدريك في هذه اللقطة وهذه اللعبة حكم المباراة شافها أكثر من مرة. الآن نشوف قرار حكم المباراة اليوناني أنستاسيوس في الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول، يحتسب ركلة جزاء، رغبة الهلالي في المواصلة في التسجيل، يتقدم إدواردو، يتقدم كارلوس، المهارة، الاتفاق يريد أن يعدل، يريد أن يعود، الرأسية تأتي، الرأسية تأتي، يا رب مستحيل هذه الكرة. الواقفين خلف الكرة نشاهد ونتابع المحاولة من أسامة، يتركها، يتركها صالح العمري، لا يتركها إلا في التسعين يا صالح. الله على هذا الاتفاق، الله على هذه الكرة يا عمري، الكرة في التسعين، سجدة شكر من خالد لهدف يبقى خالد في ذكريات مباريات الفريقين. وين علقها؟ وين أرسلها؟ الرقم 15، إشارة الأوكي. شوف إخراج الكرة من لاعبي الاتفاق، دائما يكون بالتمريرات، لا يكون بالتشتيت، وهذا في تهور، والكرة بتضيع، وصلت إلى خريبين، إلى خريبين، يحاول فيها عمر، وقف دار عرضية، يا رب مستحيلة يا شهري في الشوط الأول، لكن الكرة بترجع من جديد في نص الملعب، محاولة، شوف خط الكرة، يلعبون بالنار، يلعبون بالنار، يلعبون بالنار، الكرة من كارلوس إدواردو، مستحيل، الهلال لا يقبل الهدايا بهذا الشكل. نشاهد ونتابع في هذه اللحظات هتان باهبري وياسر شهراني، ياسر يتقدم بغير راية، الآن هتان ممكن العرضية، تحرك، هذه العرضية، هذه الرأسية، هذه المتابعة، رايس بولحي يتصدى ويكسب خطأ في اللقطة الماضية. شوط أول إذن سينتهي بالتعادل، لم يحدد مسار هذه المباراة ولم يكن كافيا، تقدم الهلال أولا، ضرب بعد ذلك الاتفاق في لقطة يقول فيها لن أخسر اليوم، هكذا رزفان يشاهد المشهد ويقرأه من أجل شوط ثاني، لديه من الأوراق ما تكفيه لتعديل النتيجة، لكن نشاهد إلى ذلك الحين مشاهدينا صفرة حكم المباراة تنهي الشوط الأول الجميل بالذات في قسمه الثاني. ضربة البداية لشوط المباراة الثاني، التعادل إيجابي بهدف مقابل هدف في قمة الجولة التي
تجمع بين الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. بحثا عن شكل لهذه المباراة، الآن الفرصة، الآن التمريرة، الآن التقدم، الآن خريبين، ضعيف الكرة، ضعيف الكرة في اللقطة الماضية. مرتين حافظ على شباكه، اليوم لا شباك نظيفة، هتام بهبري عرضية، متابع خريبين، يا رب الشهري صالح يا هلال. كرة عرضية، محاولة الآن خلفية باكورد من جانب دوكارا، ثاني مرة تسويها المرة الأولى بعيدة، الثانية قربت، تنتهي اتفاق عرضية، الكرة ممكنة من دوكارا، نعيم استلم، نعيم صوب على مرتين الواكد، على مرتين الواكد يتصدى لهذه الكرة. أصبح هلاليا كنوم، وكاريو يتقدم، وكاريو يتوغل، كاريو لعب لكرة في مكان إلى هتان، يا رب الكرة بتضيع يا هبري، الكرة بتضيع من هتان إلى خارج الملعب. علي البليهي يتقدم فيها في نص الملعب باتجاه يرسل الكرة في مكان سليم إلى هتان، علي البليهي نقل الكرة، الله على التمريرة، هنا الاستلام، هنا المرور، هنا التقدم، هنا التحسين، هنا جوميز، مستحيل يا رب. بطول الكرة في الجهة اليمنى، عرضية، محاولة دوكارا رأسية، الكرة تتهادى بجانب المرمى، مرتدة وتمريرة ودوكارا وعرضية، الله على التغطية يا سوهيون، سوهيون في اللقطة الماضية يقطع الكرة وتتحول إلى ضربة ركنية. وصلت الآن هذه العرضية للبديل ماجد، الكرة مقطوعة من بعيد، تصويبة، يتغير اتجاهها والكرة تصل إلى الواكد، إلى الفرج كاريو وإدواردو، الله 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 يا رب يا رب، مستحيلة يا هلال، مستحيلة يا إدواردو. الآن نشوف الهدف تم احتسابه، ماذا الهدف؟ لسه 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 الأمور، لسه الأمور 4-1، الأحاديث مستمرة، الحديث مستمر، تم احتساب الهدف، لا يغير في النتيجة شيء، لكنه يضاف لإدواردو لكي يصبح هدافا، الهدف يحتسب، الرباعية الهلالية تكتمل، وهذا رزفان على قمة صدارة الدوري، الآن لديك فرصة للتوقف، والهدف يحتسب عن طريق خاطف القلوب إدواردو، هدف الهلال وأعظم هدف أجنبي يسجل للهلال بعد جملة، بعد نقلات، بعد نهاية، هو بدأها، هو أنهاها، هذا الجميل إدواردو في ليلة هلالية زرقاء جميلة. صافرة تأتي مشاهدينا وتلي أحداث هذه المباراة بفوز الهلال بـ4 أهداف ووصوله إلى النقطة رقم 16 وصدارته قبل التوقف.